إياكم والإنجاب للدكتور خليل الزيود. هذا الكتاب تم تسويق له بشكل مش طبيعي، ومن زمان فعلا أنا بسمع عن هذا الكتاب، كوني من المتابعين أستاذ خليل الزيود، وبستفيد فعلا من الحكي اللي بحكيه، وكتاب أحبه يعني. هو زلمة كان لما يحكي مثلا بالقضايا الاجتماعية بالقضايا الدينية دائما بلاقي انه هذا الزلمة عنده فهم وعنده استيعاب ومنطقي جدا، ودائما كلامه يعني بدخل القلب كمان لانه له اسلوب جميل. وخليني اقول بصراحة انه هذا الكتاب يعني انا كنت متوقع اشي اكبر من هيك، ولكنه طلع يعني امانة مش قد التوقعات اللي كانت عندي. انا ما بقول انه الكتاب ضعيف ولا بقول انه الكتاب سيء، ولكني بقول انه كان عندي تصور معين او كان عندي بعض الطموحات اللي اعلى من هذا الكتاب. الكتاب بصراحة نوعا ما بالنسبة لي مخيب للآمال، لانه اول شيء ما اعطى اي افكار جديدة، كل الاشي اللي قدمه بهذا الكتاب من الافكار من ما الى ذلك كلها افكار كلنا بنعرفها وكلنا بنعرف الصح من الغلط فيها، وكلياتنا حافظين كيف في الطريقة الامثل في الاغلب لتربية اولاد. يعني مثلا من الطبيعي اذا سألت واحد بالشارع مثلا اذا بدك تربي ابنك انو احسن، تعطيه وقت في اليوم او تظل مشغول عنه مثلا بالسفر وبالعمل، راح يقول لك اكيد لازم اعطي لابني وقت، يعني حتى بغض النظر كان بيعمل بهالشيء ولا ما بيعمل فيه. فالكتاب بشكل عام هيك الافكار اللي فيه، افكار بسيطه جدا وفعلا ما بتحتاج اصلا تنكتب كتاب من وجهه نظر، يعني كلنا بنعرف الصح من الغلط بهاي المواضيع. ولكني كمان لاحظت انه الكتاب فيه نقص في كثير ابواب من هذا الموضوع وكان لازم يتم طرحها، زي مثلا المواضيع الدينيه اللي هو كمان بطرحها بمقاطع له باليوتيوب مثلا وبالنت وانا بشوف له اياها. اعتقد كان لازم كمان يكون في شق ديني بالكلام اللي حكاه في الكتاب، وقصدي بالشق الديني مثلا نرد على الحجج مثلا، زي مثلا موضوع الولد بيجي وزقته معاه، المواضيع هاي الشائكة، والله الدين بيقول انه لازم مثلا اضرب ابني عشان يتعلم، لازم والله مثلا احنا نكون متحكمين 100% باولادنا، الحجج الدينية اللي بتخص باب الاسرة والانجاب بشكل عام. وهو انتقد هاي الافكار، ولكنه ما انتقدها مثلا من الناحية الدينية، هو نقدها من ناحية منطقية خلينا نقول. ولكن مدام الكتاب انا اعتقد انه نوعا ما بناقش هذا الموضوع وبناقش كمان الموضوع من الناحية الاجتماعية، فكان لازم يكون في طرف ديني فيه، وهو كمان طرح الافكار الدينية هاي في مقاطع، فكان لازم يطرحها اعتقد بالكتاب. ثاني شيء الكتاب نوعا ما لما تفتح الصفحات وكذا التنسيق نوعا ما حلو فيه، الكتاب جميل كله الوان وفي بعض الصور فيه، ولكن بصراحة يعني هو ما بقدر اعتبره بالنسبة لي كشادي طبعا كشخص هاوي ما بعتبره كتاب، لانه الصفحة الواحدة مثلا فيها بتلاقي 6 اسطر مثلا، 6 اسطر من الخط الكبير، بتروح مثلا تفتح صفحة ثانية بتلاقي مثلا فيها سطر واحد. الكتاب كبير بس مش لانه انه في كثير معلومات، الكتاب كبير لانه الخط كبير معمول، ومعمول بطريقه انه يكتب كلمه مثلا بصفحه كامله. والكتاب فعلا بيشبه كتب التنميه البشريه اكثر من ما هو كتاب يعني خلينا نقول بينبه الناس او بيحكي عن الثقافه، فبالنسبه لي الكتاب ضعيف جدا من هاي النواحي. ولكن هل هذا يعني ان الكتاب سيء من كل الجوانب وكل النواحي؟ لا طبعا، الكتاب فيه بعض اشياء جميله فيه، زي مثلا الكلام اللي تكلم فيه عن كيف مثلا ارد على اسئله اطفالي مثلا، يعني الاسئله الدينيه بالذات، المواضيع هاي بشكل عام، مثلا هل الله مثلا في السماء او الله في الارض؟ مع انه ما جاوب على السؤال وانا كان نفسي يجاوب عليه، ولكن يعني اعطى نوعا ما جواب كويس نوعا ما، كيف تجاوب على اطفالك لما يحكوا هاي الشغلات. تكلم برضو عن الطفل كيف تتعامل معاه مثلا اذا حدث معاه موقف صعب زي مثلا اعتداء تحرش ما الى ذلك، كيف تتعامل كيف تتصرف بهاي المواضيع، كيف تخفف الموضوع، ويعني كثير شغلات وذكرها. طبعا بعضها كمان لا اتفق معاه فيها، مع اني لا اتفق معاه بفكرة انه لازم فعلا الانجاب مسؤولية، ولكني بصراحة مش شايف انه هذا الكتاب اعطى اجوبة او اعطى حجج منطقية 100%، ولا حتى الطريقة كانت جميلة يعني بصراحة، حتى الاسلوب كمان بالكتابة كان شوي يلخبط بالنسبة لي. فبالنسبة لي شخصيا الزلمة هذا انا بحبه وبحب انتاجاته وبحب مقاطعه، ولكن هذا الكتاب بصراحة ما عجبني بقدر اعجابي بي كشخص. يعني اتمنى يعني بالمستقبل لما يكتب كتاب يكون افضل من هذا، ولكن بالبداية وبالنهاية هذا الكتاب خلينا نقول تجربة لطيفة له، فيها افكار جميلة فيه وبسلي، ولكن انا ما حسيت انه هو الكتاب
اللي يعني ممكن يأثر بحده. وبصراحة كمان الكتاب هذا إذا وقع مثلا بإيد واحد هو عكس الكلام المكتوب بهذا الكتاب، يعني مثلا واحد بده يخلف لا معاه مصاري فقير بده هيك، واحد بده يخلف وما عنده أي استعدادات للخلفة، إذا قرأ كتاب الأستاذ خليل مش حيقتنع بالكلام تاعه، لأنه أصلا مش حيهتم أصلا بهاي الحجج، لأن هاي الحجج كلها نوعا ما حسيت أنها مش قوية جدا، لأنه عليها ردود عند الطرف الثاني وهو ما ردش عليها وما ناقش الموضوع من وجهة نظري بطريقة كويسة. هو بس الكتاب بناقش شريحة معينة اللي هي الشريحة اللي متفقة معاه أساسا. طبعا هذا الكلام مش نقد، أنا بحب الزلم باجع وبقوله، لكن هاي يعني وجهة نظري من الكتاب وبس. سلام. إذا محتواي عاجبك وحاسس أنه بيستاهل الدعم، حابب بالمستقبل أنه يتطور أكثر وإني أنا كمان أقدر أستمر فيه، فبتقدر حاليا تدعم المحتوى من خلال البيبال إذا كنت من خارج المملكة أو على الباتريون، وطبعا جميع الحسابات والأرقام حاليا قدامك على الشاشة. سلام.